بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نحمد الله تبارك وتعالى على ما منَّ به علينا وعلى ما وفَّقنا إليه سبحانه وتعالى من إدراك شهر رمضان ومن تيسيره لنا عز وجل أمر الصيام والقيام، ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم وأن نكون وإياكم ممن شهدوا هذا الشهر وبلغهم هذا الشهر وأدركوا هذا الشهر مغفوراً لهم، كما جاء في دعاء جبريل وتأمين نبينا عليه الصلاة والسلام. ونسأله جل وعلا المزيد من فضله والقبول والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على مجيئكم وحسن ظنكم وحضوركم وعلى الهيئة القائمة على هذا الترتيب وهذه الدروس العلمية وهذه الجلسات الرمضانية الكريمة في هذه البلاد المباركة، وأسأله جل وعلا أن يزيدهم توفيقا وأن يتقبل منا ومنهم، وأشكر جميع القائمين ومن أسهم على القيام بهذه الأعمال. إخواني، عنوان الكلمة كما يعني بلغت بها، عنوانها آية في كتاب الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون. وهذه آية جاءت في سورة الواقعة، ونعلم جميعاً أن هذه السورة كان لها الوقع والأثر العظيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أنه ثبت عنه أنه قال: شيبتني هود والواقعة، وشيبتني هود وأخواتها. هذه ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وصحت عنه لما فيها من التذكرة والموعظة من الله تبارك وتعالى، ولما فيها أيضا من شحذ الهمم على بلوغ المراتب العلية في دين الله تبارك وتعالى وفي الاستجابة لأمر الله جل وعلا، ثم فيما أعده من الخير والكرامة في الدار الآخرة كما سنرى في هذه السورة العظيمة. وفي سورة الواقعة ذكر ربنا سبحانه وتعالى يذكر عباده ويحذر عباده سبحانه وتعالى بالواقعة، أي بالقيامة، وهو يوم القيامة ركن من أركان الإيمان، وأنها واقعة لا محالة، بل وأنها قريبة جدا، وأنها لها آثار عظيمة يجب على العبد وعلى العباد التنبه لها، فإنها تخفض أقواما وتهينهم إهانة عظيمة في عذاب الله جل وعلا، كما ترفع وتعز أقواما في ثواب الله تبارك وتعالى ونعيمه. فالقيامة واقعة
لا محالة بل قريبة جدا، حتى ذكرها ربنا تبارك وتعالى بصيغة الماضي وكأنها قد وقعت وتمت، وذلك تأكيد وتقرير لقربها ووقوعها، حتى ذكرها كما ذكرت بهذه الصيغة في آيات وفي نصوص. وذكر سبحانه وتعالى أن الخلق يومئذ أي يوم القيامة ليس على حالهم في الدنيا، بل جميع المخلوقات والكائنات ليست على حالها في هذه الدنيا. فذكر سبحانه وتعالى، ذكر الخلق وذكر الأرض والجبال وما تؤول إليه وما يؤول إليه أمرها، ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضاً واقع الخلق والعباد والمكلفين وما سيؤول إليه أمرهم في ذلك اليوم العظيم وذلك المشهد العظيم. فذكر سبحانه وتعالى أن الخلق في يوم القيامة وإذا وقعت الواقعة سيكونون على أحوال ثلاث وأصناف وأزواج ثلاثة كما ذكرهم في هذه السورة العظيمة سورة الواقعة. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذكر أحوال الدنيا والأرض والجبال وما تؤول إليه، ذكر أصحاب الميمنة، ذكر أصحاب الميمنة وما أصحاب الميمنة بهذه الصيغة، وذكر أصحاب المشأمة وما أصحاب المشأمة، هكذا بصيغة استفهام، وهذا استفهام من الله تبارك وتعالى، المراد به أن نتدبر أن الأمر على أمر عظيم تعظيماً وتفخيماً لكلا الطرفين. نعم، أصحاب اليمين في حال عظيمة جدا وأصحاب الشمال في حال عظيمة جدا أيضا، ولكن شتانا بين هذه الحال وتلك الحال والعياذ بالله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فأصحاب اليمين في الفخامة والرفعة والهنا، وأما أصحاب الشمال والمشأمة كما ذكرهم في حال من الشقاوة وسوء الحال والذلة والمهانة. أصحاب اليمين أخذوا كتبهم وصحائفهم بأيمانهم، وأصحاب المشأمة أخذوا الكتب والصحائف بشمائلهم والعياذ بالله. أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات والصالحات، وأصحاب المشأمة هم أصحاب السيئات والفساد. أصحاب الميمنة هم الذين جاءوا باليمن على أنفسهم، فأصحاب اليمين واليمين مأخوذة من اليمن، جاءوا باليمن على أنفسهم بحسب ما كانوا عليه في الدنيا من الطاعة، وأما أصحاب المشأمة فجاءوا بالشؤم والعياذ بالله على أنفسهم من المعاصي. ومراد الله تبارك وتعالى من هذه المقارنة يا عبد الله الحذر والعجب، احذر يا عبد الله واعجب يا عبد الله من كلا الفريقين. نعم، ثم اختر لنفسك ما شئت، هذا هو المراد من هذه القسمة الثنائية، واختر لنفسك من الأمرين والحالين والعاقبتين، وهذا معنى الاستفهام من الله، فأي حال ستختار وأي حال سوف تقدم عليه وتجتهد فيه يا عبد الله. ثم بعد أن ذكر هذين الطائفتين والزوجين، ذكر سبحانه وتعالى الطائفة الثالثة كما ذكرنا، لأنهم قال إن الخلق يومئذ أزواج ثلاثة، فذكر الثالثة بقوله والسابقون السابقون، وهذا هو عنوان موضوعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم بيّن هذا الصنف الثالث، وأخبر سبحانه وتعالى كما جاء في السياق، ذكر الصنفين الأولين أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وأخر الصنف الثالث عن الزوجين السابقين
بالرغم من أنها هي الأفضل والأسبق والأكمل والأتم في رحمة الله وفي نعمة الله، وما ذلك إلا لبيان حالهم وتفصيل محاسنهم بعد الذكر، لأنه أراد سبحانه وتعالى أن يفصل في حال يعني هذا الزوج الثالث وهم السابقون بياناً أعظم مما كان من باب الاستفهام والتعجب في باب الزوجين السابقين. فالزوجين الأولين متقابلان، وهذه هي التي هذه الثالثة هي التي تعلو وتسمو وجاءت بصيغة التكرار والسابقون السابقون. قال بعض أهل العلم كررها سبحانه وتعالى تفخيما وتعظيما، وقيل كررها لا ليس من باب التفخيم والتعظيم فقط، وإنما من باب المبتدأ والخبر. فالسابقون الأولى مبتدأ، أي الذين سبقوا في الدنيا، جاءت السابقون الثانية خبر، فالسابقون في هذه الدنيا هم سابقون أيضا في الدار الآخرة، وإذا وقعت الواقعة. ورجح كثير من أهل العلم هذا الثاني، وهذا أيضا المراد به تعظيما وتفخيما لحالهم. نعم، فالسابقون إلى الإيمان، والسابقون إلى الصلاح في الدنيا، والسابقون إلى الإسلام في الدنيا، والسابقون إلى الطاعات في الدنيا، هم السابقون عند الله إذا وقعت الواقعة، هم السابقون إلى الجنات وإلى المعالي، السابقون إلى رحمة الله وعفوه وكرامته في تلك الدار. نعم، سبقوا هنا، فجعلهم الله عز وجل أيضا على السبق والتقدم في الدار الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. حتى ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك كثيرا من أحوالهم وكثيرا من أمورهم التي يكونون عليها في تلك الدار، فذكر أحوالهم في الجنة وفصلها بيانا لحسن حالهم ومراتبهم ومقاعدهم ومفارشهم ومتكئاتهم، كل ذلك ذكره الله، وذكر من يقوم بخدمتهم، حتى أوصاف الأكواب والكؤوس والآنية التي يقدم لهم بها الشراب والطعام، ذكرها كل ذلك إمعانا في بيان حسن حالهم. وكذلك الفواكه واللحوم والطعام والشراب الذي يتمنونه والذي لا يعرفونه في هذه الدنيا أيضا، كل ذلك ذكره سبحانه وتعالى. ثم ذكر نساءهم من الحور العين الذين يساكنونهم ويعاشرونهم ويشاركونهم اللذة والنعيم في جميع أمورهم وأحوالهم، ثم أعقب ذلك كله سبحانه بأن حسن الحال هذه إنما هو جزاء وثواب لما كان منهم من السبق في هذه الدنيا، وأكد أنهم في نعيمهم لا يجدون غضاضة ولا انتقاصا ولا كدرا أبدا، لا يكدرهم فيها شيء، فلا يسمعون لغوا ولا تأثيما ولا يجدون شيئا من المكدرات، وإنما ما ليس ثم إلا السلامة والسلامة والنعيم والنعيم جزاء لما كانوا عليه في هذه الدنيا. فالجزاء في العاقبة كما ذكر أهل العلم وكما جاءت بها النصوص الشرعية هي من جنس الجزاء الذي يكون عليه والحال الذي يكون عليه العبد في الدنيا. فأهل السبق في الدنيا هم أهل السبق في الآخرة يا عبد الله، أهل السبق إلى الإيمان وإلى الكرامة وإلى الطاعة وإلى امتثال أمر الله هم في الآخرة من السابقين في دار الكرامة والجزاء والعطاء والثواب. فالأزواج كما ذكر ربنا عز وجل ثلاثة، والاختيارات ثلاثة، والعاقبة أيضا ثلاثية، فاجتهد يا عبد الله واجتهدي يا أمة الله. ها، كما ذكر ربنا عز وجل أصحاب الميمنة، والأصل في اليمين أنها جهة العناية والكرامة،
نعم مشتقة من اليمن والسلامة والبركة والسعادة، وأصحاب المشأمة والعياذ بالله مشتقة من الشؤم، أي من الضر والسوء والشقاوة وعدم النفع. نعم. ثم ذكر سبحانه وتعالى: والسابقون فهم الأفضل وهم الأكمل، سبقوا جميع من كان مثلهم حتى في الدنيا من المحسنين ومن أصحاب اليمين. السابقون المبادرون والمسارعون إلى كل خير كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سبحانك ربي. نعم، الصحابة كثر والمهاجرون كثر والأنصار كثر، ولكن السابقون منهم لهم منزلة عظيمة حتى بين المهاجرين وحتى بين الأنصار، فكيف بمن جاء بعدهم؟ للسبب، لأنهم سارعوا، لأنهم سابقوا كما ذكر ربنا جل وعلا. وذكر الله عز وجل آيات كثيرة في باب السبق والمسارعة والإقدام وعدم التأخر. أولئك يسارعون في الخيرات، نعم، وهم لها سابقون. المسألة كلها سبق ومسارعة ومسابقة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم. يسارعون ويسابقون في فعل الخير، فكذلك حالهم عند وقوع الواقعة يا عبد الله تبلغ المنتهى في الفضل والرفعة والشرف وعلو المكانة والمنزلة، جزاءً على سبقهم في الدنيا في باب الطاعة والامتثال لله جل وعلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أول ما ذكر وبعد ما ذكر قال: أولئك المقربون. سبحان الله، هناك مثل ما قلنا استفهام، هنا أعظم ما ذكرهم به أنهم المقرب. والمقرب يا عبد الله غير القريب، لأن المقرب صيغة فيها المبالغة، فيها المبالغة من الله تبارك وتعالى. نعم، فهم الذين قربهم الله، والمقرب أبلغ في لغة العرب من القريب، لأن القريب ممكن يكون مهب على، أما المقرب هو الذي قاربك في كل شأنك وأمرك. نعم، لذلك الله عز وجل حثنا ورغبنا على المسابقة كما ذكرت وعلى المسارعة، فاستبقوا الخيرات. نعم، وقال عز: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله. كل ذلك لأن الله تعالى يريد من عباده أن يتسابقوا حتى يكافئهم ويسابقهم عن غيرهم عنده تبارك وتعالى. وكما ذكرت الآيات كثيرة، نقرأ شيئا منها ونستعرض شيئا منها. يقول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا، تدبر يا عبد، يعني يفعلون ما أمرهم به وما حثهم عليه، وقلوبهم وجلة، حال كون القلوب يعني ما يفعلها وهو متكبر، لا والله، يفعلها وهو خائف وجل من الله تبارك وتعالى أنهم إلى ربهم راجعون. النتيجة قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وعد من الله تبارك وتعالى. يقول في آية أخرى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف، الإيمان ثم الأمر بالمعروف. قال: وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك، وأولئك من الصالحين. هكذا ذكرهم ربنا عز وجل يسارعون، فجعلهم في الآخرة أيضا من السابقين والمسارعين. وأيضا وصف الله تبارك وتعالى زكريا النبي الكريم وزوجته، ماذا قال؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله أكبر، حال الأنبياء يا أخوان، المسارعة هي حال الأنبياء وهي أوصاف الأنبياء. نعم، فنتمثل هذه الأوصاف ونتدبر هذه الأوصاف ونقتدي بهذه الأوصاف. قال: كأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغب، العمل موجود، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. نعم، المسارعة مع حسن العمل، المسارعة مع الدعاء، مع الخوف، مع الوجل من الله عز وجل. أيضا ذكر سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
وشوف انظر قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الأزواج الثلاثة. قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أي بتوفيق من الله تبارك وتعالى، ليس الشأن في أيدينا. نعم أنت تعمل، ولكن الأمر كله لله تبارك وتعالى. وأيضا ذكر الله كما ذكرت الصحابة، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، حتى لا نيأس وحتى لا تيأس الأمة في آخر الزمان، لأن هذه فقط في الصحابة من المهاجرين والأنصار، وفي السابقين منهم أيضا، في السابقين من المهاجرين والأنصار. ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان في أي زمان كانوا وفي أي مكان كانوا يا عبد الله. لذلك السبق صحيح هي حق الصحابة وحق الأنبياء وحق الكمل، ولكن لا تيأس، هذا ربك هنا يذكر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وش فيهم يا رب؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الثلاثة هؤلاء، ها السابقون من المهاجرين والسابقون من الأنصار والذين جاءوا بعدهم ولكن اتبعوهم وأحسنوا في المتابعة وسارعوا في المتابعة، نعم وكانوا على دقة في المتابعة، متابعة الصحابة، كلهم يأخذون هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأمر ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات لمن يا رب؟ قال أعدت للمتقين، أهل التقوى الذين يتقون الله تبارك وتعالى في إسلامهم، في إيمانهم، في أعمالهم، في برهم، في كل شأنهم في هذه الدنيا. نعم. وقال أيضا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، المسابقة يا عبد الله، نعم لا ترضى بالدون، لا ترضى بالدون، نعم انظر دائما إلى المسارعة والمسابقة، لا تقول هذه راح ما راحت، ها وهذا وعد الله جل وعلا حتى في المتأخرين. نعم. فلذلك إياك أن ترضى بالدون، وانظر دائما إلى التسابق والمسابقة والوصول والمسارعة كما ذكر ربنا جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله إياك أن ترضى بالدون، فالرضا بالدون دون مهانة، إياك ارفع نفسك يا عبد الله. ثم ذكر حديث النبي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول، أيضا يحذرك من الدون. يقول إذا سألتم الله الجنة، ها قال فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تقول بس ندخل الجنة، لا لا، ما دام دعاء وما دام مجاهدة، إذا جاهد وسارع حتى تبلغ الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة، هو صحيح دخول الجنة مكسب، دخول الجنة فوز، دخول الجنة نعيم، ولكن ما دام الوقت وقت العمل ووقت الجد ووقت الدعاء والاشتغال، إذا اطلب من الله أن يدخلك الفردوس الأعلى، وإياك أن ترضى بالدون يا عبد الله. نعم. وذكر سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والآية تعمنا وعجلت إليك، هذا في موسى عليه الصلاة والسلام، وعجلت التعجل، نعم الاستعجال والمسارعة، هذا شأن الأنبياء، هذا شأن الكمل، هذا شأن المتقين يا عبد الله. وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة جدا، يقول بادروا بادر سارع تعجل لا تتأخر لا تؤجل، أعمال الطاعة لا تؤجلها يا عبد الله، أعمال البر لا تؤجلها، بل عجل فيها دائما الاستعجال والمسارعة، هذه هي النصوص. ثم أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام وصف، وخاصة في مثل هذا الشهر، وصف بماذا؟
فكان فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود من الريح المرسلة المسارعة المكاثرة. نعم. وذكر نبينا أيضا إن قال إن من الناس ناسا مفاتيح للخير، يعني وين ما تحطه وين ما دخل وين ما جاء في أي مكان هو مفتاح للخير مغلاق للشر. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نسارع في الخيرات ونستبطئ كثيرا جدا والعياذ بالله فيما يقابلها من الشر. عبد الله بن عباس ذكر هؤلاء السابقين وقال هم السابقون إلى الهجرة، وصدق صدق. طيب احنا ما عندنا هجرة، ها؟ لا عندنا جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يا عبد الله. عبد الله بن عباس قال هم أول من يبادر إلى المساجد وآخر من يخرج منها. الله أكبر، هذه صفة عظيمة جدا يا عبد الله، هذه صفة عظيمة جدا. لا تقول لا تو أذن باقي ربع ساعة والآن الإمام يطول، لا، بادر أول الناس دخولا وكن آخر الناس خروجا. ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، قال أطيب البقاع إلى الله في الأرض مساجدها وأبغضها إليه أسواقها، ثم قال وأحب الخلق إليه أولهم دخولا المساجد وآخرهم خروجا منها. أول الناس دخولا، شو عبد الله بن عباس قال أيضا أولهم دخولا وآخرهم خروجا. نعم، فكيف بمن يكون دائما آخر الناس دخولا وأول الناس خروجا؟ كيف بمن لا يدخل المساجد والعياذ بالله؟ سابق يا عبد الله، وسارع يا عبد الله، وبادر يا عبد الله. علي بن أبي طالب قال هم السابقون إلى الصلوات الخمس لله درهم. شوف الصحابة يا شيخ، ها، السابقون السابقون، قال هم السابقون إلى الصلوات الخمس كلها، دائما يسارع قبل الأذان، إذا أذن لا يبادر، يسارع، لا يعني لا يتأخر أبدا. عبادة بن الصامت قال والله هم السابقون إلى المساجد، هم السابقون إلى بيوت الله تبارك وتعالى، وهم السابقون إلى الخروج في سبيل الله، إذا أعلنوا الجهاد ولا كذا خرجوا في سبيل الله أيضا. وعن الضحاك رضي الله عنه قال هم السابقون إلى الجهاد. الحسن البصري يقول احرص احرص عند المنافسة يا عبد الله، نافس من نافسك في دينك، اللي نفسك في الدين نافسه وسابقه واغلبه، وأما من نافسك في دنياك قال فألقها في نحره، شيلها من على كتفك الدنيا وقطها قطها في نحره. لأن الناس اليوم والعياذ بالله إنما يتسابقون وين؟ في الدنيا وأمور الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. الحسن البصري أيضا يقول يعني في بعض العبارات إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، يعني كل شيء كان الأمر فيه لله اجتهد وجاهد ألا يسبقك إليه أحد أبدا. نعم. وبعض التابعين قال التأودة والروية مطلوبة في الأمر كله، قال إلا في عمل الآخرة أبدا، يعني الروية والتأودة والتريث هذا مطلوب في كل شيء في جميع شؤوننا في الدنيا، لكن إذا كانت الأعمال أعمال الآخرة فلا يا عبد الله. والأمر كما ذكرت والله يعم ولا يخص السابقين ولا يخص صحيح هم أكثر وهم أولى وإحنا تبع لهم، لكن لا يخصهم، بل الأمر يعم ولا شك في باب الإيمان واليقين والعمل والنصح والبر وبذل الخير والتوبة. فمن سابق في الدنيا لا شك سابق وسارع في فعل الخيرات، كان كذلك مسابقا عند الله تبارك وتعالى في الآخرة في جنة الله عز وجل ودار كرامته. وكما ذكروا على قدر المسابقة في الدنيا يكون سبقك عند الله، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل يا عبد الله. السؤال الآن،
كيف نستطيع وما هو السبيل إلى أن نكون فعلا من أهل السبق والمسابقة والمسارعة والغلبة في هذا الباب؟ ذكر علماؤنا رحمهم الله، قالوا أولا ضع حديث جبريل نصب عينيك دائما وأبدا، حديث جبريل، لأنه المفتاح كله. جبريل أرسله الله تبارك وتعالى حتى يدخل على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس قريبا من النبي في مشهد غريب استغربه الصحابة، والاستغراب مراد، ثم يسأل ويعقب، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فلما أجاب النبي قال صدقت. الصحابة تعجبوا، وش هذا ومن هذا اللي جاي يسأل النبي، وبعد ما النبي جاوبه يقول له إيش؟ يقول له صدقت يا محمد. الله أكبر. ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، ثم قال أخبرني عن الشاهد، أسئلة. يقول العلماء تبي تكون من السابقين انظر إلى هذا الحديث دائما وأبدا. كيف؟ لأنه في نهاية الحديث وش قال النبي للصحابة ولعمر وأبي كل الصحابة الكبار؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم. هو ما جاي يتعلم، جبريل، جبريل يعرف، جاي جبريل حتى إيش؟ أنتم تتعلمون يا أبا بكر يا عمر يا صحابة كلكم ثم الأمة من بعدكم. فماذا قال؟ قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. إذن أول أمر يا عبد الله تسبق فيه الشهادة، وبعدين قال وتقيم الصلاة، الصلاة الصلاة، وبعدين قال الزكاة الزكاة الزكاة، سارع. وبعدين اليوم الناس سبحان الله جاءت تجينا أسئلة كثيرة جدا في رمضان كلها احتيالات ولف حتى لا يؤدي الزكاة. حتى بعضهم يقول يا شيخ أنا هذه فلوس أنا يعني وضعتها على جنب. وين على جنب؟ هي في البنك 100% مع فليساتك كلها. يقول لا أنا حاطها حتى بعدين بشتري بيت. وش يبي؟ يبي أنه هذا المبلغ لا يزكيه. قلت له حتى لو أنك حاطه وبتشتري فيه بيت عليه زكاة ما دام مال مدخر، عليه، والتصرف بيدك. بكرة يمكن تغير رأيك، تجيك سيارة ولا تجيك زوجة ولا تجيك كذا ولا تجيك حديقة تروح تشتريه. لا يا عبد الله، الأسئلة تكثر في أنه إيش يقلل من دفع. يا عبد الله ادفع، أخرج، سابق. هذا أخبرني عن الإسلام، صيانة الشهادة أنه وحده وأن محمداً هو اللي نأخذ منه العلم. اليوم الناس تقول له يا عبد الله النبي قال، قال لكن يا أخي العلماء يقولون. يا عبد الله أنت مأمور بطاعة من؟ بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى، ما فيه لا زيد ولا عبيد. فالشاهد أسئلة والله كثيرة يعني يعجب منها الإنسان، من النساء ومن الرجال، مو بس فيكم، حتى في النساء، النساء على الذهب اللي عندهم. حتى والله قبل أيام يخبرني واحد من إخواننا يقول أنا كنت أتعجب من سنين أشوف أمي وأشوف خواتي وخالاتي، يقول إذا جاء أول رمضان يطلعون الذهب اللي عنده، كل ما أدخل عليهم في رمضان ما شاء الله ذهب، كل ذهب لابسين. فيقول ذيك الأيام بعد ما عرفت يقول يمه ليه؟ قال عشان ما نطلع الزكاة. لا إله إلا الله. لا، لأنه كثير من أهل العلم قالوا إذا كان قطعة قطعتين ملبوسة بصفة استمرار قالوا ما عليها، مع أن والله يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 حديثا، أكثر من 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى النساء اللي يدخلون عند عائشة وغيره وعلبس ذهب، ثم يقول أتؤدين زكاة هذا وهو ملبوس؟ قالت واحدة لابسة سوار من ذهب، قالت لا يا رسول الله،
لأنهم يأخذون على أنه مثل الثياب ومثل الملابس ومثل الأمور المستعملة. قالت لا، قال أتحبين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت لا والله. قال أدي زكاة هذا، والله يضرب بالعصي على الإسوار، أدي زكاة هذا، أدي زكاة هذا. واليوم الناس يقول إذا لبسناه منين جبتوه؟ من أين جاءوا بهذا القول؟ أنا ماني بعرف. وحديث الرسول تزيد على العشرين كلها تأمر أصحاب الذهب الملبوس بأن يؤدوا زكاته. فالشاهد يا عبد الله، نرجع لحديث جبريل، الشهادتين، الصلاة، احرص على الصلاة، سابق إلى الصلاة دائما وأبدا، الزكاة، احرص على الزكاة بأول الوقت وزيدها شوي، سارع، متى بتسارع؟ متى بتسابق؟ زكاتك 1000 درهم، قول 1100 يا ربي في سبيل الله، خل 100 هذه من باب المسابقة والمسارعة، لأن اللي مثلك يملك بيطلع 1000 وأنت بتطلع 1000، أنت طلع 1100 سبقته، ها سبقته فيما أخرجته. ثم قال الصيام بعد الزكاة، احرص على الصيام يا عبد الله، الحرص على صيانة الصيام من جميع ما ينقضه وما ينقصه. ثم احرص ثم الحج، احرص على هذه كلها، على هذه الخمس. ثم قال اخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله ها وملائكته، يعني تؤمن به إيش؟ أنه رب، أنه معبود، أنه على الكمال والجمال، تؤدي حق الربوبية وحق الألوهية وحق الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. ثم قال وملائكته، يعني شنو؟ يعني تؤدي حق الملائكة عليك، أدي الحقوق يا عبد الله، وبهذا والله تكون من السابقين. قال الإيمان بالله وكتبه، أدي حق الكتب، نعم الكتب لها حق علينا، الملائكة لها حق علينا، الرسل والأنبياء لهم حق علينا. ثم قال والإيمان بالأنبياء، تؤمن بالأنبياء وتؤمن باليوم الآخر، اليوم الآخر له حق عليك، كلما تذكرت اليوم الآخر يجب أن تقف وتخاف لابد، نعم. وكذلك يعني القضاء والقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بأمر الله وقدر الله، ولكن جاهد واجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا عبد الله احرص على حديث جبريل، احرص على أركان الإسلام، أركان الإيمان. ثم قال أخبرني عن الإحسان، وش الإحسان؟ قال أن تعبد الله، في هذه في الإسلام والإيمان، أن تؤدي عبادة الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الإنسان إذا رأى من ينظر إليه ممن يعزهم ويعظمهم يتقن ولا يسيء؟ يتقن، يتقن، نعم ولا شك. فالإتقان في أبواب الإسلام والإتقان في أبواب الإيمان كلها يا عبد الله، جاهد نفسك وسارع في هذا. ثم ذكروا بعد ذلك الحديث الثاني، أهل العلم مشايخنا رحمة الله عليهم قالوا أيضا تذكر دائما حديث الافتراق، أن الأمة راح تفترق، والأمة راح تتمزق إلى 73 كلها في النار، لا إله إلا قال إلا كم، إلا كم، أنا مشر قولوا إلا واحدة، من هذه الواحدة؟ احرص عليها، احرص على هذه الواحدة. والصحابة كلهم سألوا عن هذه الواحدة، من هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة، الجماعة الصحابة، احرص على الجماعة دائما وأبدا، احرص أنك تكون مقتدي ومثل ما ذكر الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم. ضع نصب عينيك متابعة الصحابة، ماذا فعلوا نفعل، ماذا قالوا نقول، ماذا سكتوا عنه نسكت، ماذا تركوا نترك، احرص على متابعة الصحابة وحقق مثليتهم في باب الإسلام وفي باب الإيمان وباب الإحسان. فإذا حققت
لا شك سبقت كما سبقوا يا عبد الله، تكون من السابقين كما كانوا من السابقين، أداء الواجبات، أد الحقوق كلها كما قالوا. الإسلام كله دين حقوق لله، حقوق للملائكة، حقوق للأنبياء، حقوق للكتب، حقوق للرسل، حقوق للصحابة، حقوق للخلق والعباد، للوالدين حقوق، للأهل والجيران، للزوج، للزوجة، الأولاد، الدنيا كلها حقوق. فأدِّ هذه الحقوق على أكمل الوجوه، وبإيمان، ويعني ترقب إلى الله، والله تكن من السابقين، مثل ما قالوا: طوبى لمن خرج من الدنيا وليس عليه لأحد حقا، يعني أدى الحقوق. لكن أعظم الحقوق من؟ أولا حق الله يا عبد الله، وبعدين حق الملائكة، ربنا عز وجل هكذا ذكره: الإيمان بالله وملائكته وكتبه. أدي حق القرآن، القرآن له حق عليك. ناس يمر عليهم في الشهور ما يفتحون القرآن، يا عبد الله القرآن والله له حق عليك، بقراءته، بتدبره، بالعمل به، بالامتثاله، نعم، بالخشوع عنده، نعم، وبتعظيمه. هذه حقوق لازم نؤديها، إذا ما أديناها قصرنا. فكيف يا المقصر تكون من السابقين؟ لا لا، ما يمكن تكون من السابقين. أدي الحقوق كلها يا عبد الله، حقوق الجيران، حقوق الوالدين على أول الأمر، أعظم الحقوق بعد حقوق أركان الإيمان حقوق الوالدين يا عبد الله. لا بد من أداء حقوق الوالدين على أكمل الوجوه. ثم من يعني من قاربهم من الأرحام، من كلهم لهم حقوق. أدي الحقوق وأبشر، وأبشر والله بالوعد من الله تبارك وتعالى. نعم، ومثل ما ذكروا نجتهد في الطاعات، والطاعات عندنا أول شيء الواجبات، أول شيء ما أوجبه الله، ثاني شيء النوافل والسنن كما قال الله عز وجل: وما زال عبدي، يعني بعد أداء الواجبات، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. فإذا حبك ربك يعني أنت وين؟ ها، في السابقين، السابقين ولا شك يا عبد الله. قال: كنت سمعه، كنت بصره، وكنت يده، وكنت رجله، وإذا سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. ما والله لا يتأخر عنك الرب أبدا إذا أحبك. كيف الطريق؟ بعد الواجبات تجتهد في النوافل يا عبد الله، تجتهد في النوافل والمستحبات، وتترك المحرمات، وتترك أيضا المكروهات. بعض الناس نقول له، يقول يعني حرام، نقول لا مو حرام يعني مكروه. قال إيه مكروه؟ يعني بسيط. فيقدم، أعوذ بالله يا شيخ، اترك المكروه، إذا كرهه ربك، كرهه رسولك، لازم أنت أيضا نفسك إيش تكرهه. اترك المكروهات. بل والله ذكر أهل العلم، قالوا حتى المباحات ما نتوسع فيها، وسموها الفضول في المباحات، يعني المبالغة في المباحات، هذه والعياذ بالله باب شر، ما هو باب خير، اترك. لذلك يقول الحسن البصري، يقول: لا يبلغ عبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يعني مباح، خشية الوقوع مما به بأس. هذا كله يا عبد الله، مثل ما قلنا، نضع حديث جبريل ونضع حديث الافتراق، ها، حديث جبريل الإحسان في الإسلام، الإحسان في الإيمان كله، حديث الافتراق الصحابة، احنا وراء الصحابة، كل ما فعلوه نفعل، كل ما اجتهدوا فيه نجتهد. ولا تيأس، الناس يقول لك: يا أخي خلاص هذه راحت، ها، ربك قال: ثلة من الأول وقليل من الآخرين، يعني الباب مفتوح، الباب. نعم، بعض الناس يقول له: هذه راحت الآن، خلك يعني أدي الصلوات، أدي الفرائض. لا يا عبد الله، لا، إياك، ها، لا تقبل بالدون، فإن الرضا بالدون دون، كما قال: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله أكبر.
اربع بنفسك، والله ربك هيأك، نبيك هيأك لأمر عظيم لأن تكون من السابقين، فاربع بنفسك، ارفع نفسك أن ترعى مع الهمل. ومثل ما قال الشاعر الآخر، قال لولا المشقة، في مشقة لا شك في مشقة، لكن لولا المشقة ها وش قال؟ قال ساد الناس كلهم، كان الناس كلها سادة، كلهم رؤساء، الجود البذل يقتر، والإقدام والشجاعة في الجهة قد تالوا، لكن لا بد منها حتى تكون من السابقين عند الله تبارك وتعالى. أبو بكر كان من السابقين، عمر كان، كل منهم له سبق في كثير من المجد. فاجتهد يا عبد الله، وألياك واليأس والقنوط من رحمة الله ومن أن تبلغ درجات السابقين، وإياك والتردد. نعم، لأنه كثير من الناس يقول خلاص يا شيخ والله الأولين ما تركوا شيء للآخرين. لا لا لا، بل والله كم ترك الأول للآخر، هذه القاعدة احفظها. نعم، وفي كل النبي بشركم النبي وش قال؟ قال في كل قرن من أمتي سابقون عليه الصلاة والسلام، النبي بشرنا قال في كل قرن من أمتي سابقون، لا تيأس يا عبد الله. نعم، هذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكروا أن في كل قرن سابقون وشهداء وصديقون، هذا كل أحاديث ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أيضا بشارة أخرى، في يوم من الأيام دخل قال وددت أني لو رأيت إخواني، قالوا ها يا رسول الله إحنا ما إحنا بإخوانك، قال لا أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، يعني اللي جاءوا بعد النبي وبعد الصحابة يا عبد الله. نعم، ثم قال من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي، هذه بشائر من النبي، أناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وهذا عن أبي هريرة في صحيح مسلم، واللي قبله عن أبي هريرة في صحيح مسلم، أحاديث صحيحة يا عبد الله. النبي يخبر أنه فيه في المتأخرين وهم إيش راح يكونون من السابقين. فإياك أن تيأس، وإياك أن تيأس، ومثل ما قلنا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ندخل في القليل ولا نيأس، ندخل في القليل ولا نيأس يا عبد الله. نعم، فأخبر سبحانه أنهم يسبقون يعني بإسلامهم وإيمانهم، ومن ثم يجعلهم الله من السابقين عنده يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يبارك لنا في جمعنا وفي حضورنا، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا ولا شاهدا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ووالد والدينا ومن أحببناهم وأحبونا، أن يجعلنا وإياكم جميعا من السابقين ومن السابقات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء، وسامحونا على الإطالة شوي.